الآن تنضم إلي من القدس المحتلة الزميلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من هناك. دانا أهلا بك في خلال هذه الجولة، جولة المراسلين، فيما يبدو أن هذا هو التصريح الأقوى والأعنف سياسيا ودبلوماسيا من الرئيس الأمريكي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ بداية هذه الحرب. كيف ينعكس هذا الهجوم الأمريكي أو من الإدارة الأمريكية على الأوساط السياسية والأوساط النخبوية في إسرائيل، لا سيما في الحكومة؟ هذه التصريحات بالفعل كانت قوية وصادمة، لذلك لاقت اهتمام واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية. كل وسائل الإعلام الإسرائيلية تفتح مجالات للتغطية لهذه التصريحات والتعقيب عليها، وخاصة بعد التقرير الأخير للاستخبارات الأمريكية والذي يوضح ويعمق انعدام الثقة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، كون هذه التقديرات الأمريكية والتي تكون لأول مرة تبرز إلى العلن وتتحدث أن هنالك خطر على مستقبل نتنياهو السياسي وزمرته الأكثر يمينية وتطرف، بل أن هذه التقديرات العسكرية الاستخباراتية الأمريكية كانت قد ذهبت ورجحت بأن نتنياهو يميل إلى اليمين المتطرف وإلى أعضاء حكومته من اليمين المتطرف، وأيضا هذه التقديرات الأمريكية تقول بأن مستقبل نتنياهو على المحك، وخاصة فيما يتعلق في التعامل مع الفلسطينيين في ظل التهديدات في والتلويحات في اجتياح بري عسكري قريب ووشيك إلى رفح، وهذا التي ترفضه الإدارة الأمريكية. وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمق في تغطياتها لهذه التصريحات، وخاصة تقول بأن هنالك تناقض في هذه التصريحات. من جهة بايدن يقول بأن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها وأن الإدارة الأمريكية ستستمر في تسليحها وإمداداتها العسكرية، في المقابل الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل للقبول في صفقة تبادل أهل للأسرى أو حتى لوقف إطلاق النار، وخاصة في ظل شهر رمضان المبارك. في المقابل أيضا الإدارة الأمريكية ترفض أي تحرك عسكري وشيك إلى رفح، في المقابل نتنياهو يلوح بأنه سيكون هنالك اجتياح، وحتى وإن كان هنالك اتفاق هدنة فإن هذا سيؤجل العملية العسكرية في رفح ولن يلغيها. هذه التصريحات أيضا جاءت وعمقت هذه انعدام الثقة، وخاصة بعد زيارة جانتس الأخيرة إلى واشنطن، والتي قال بنيامين نتنياهو بأنه لم يكن يعلم في هذه الزيارة وبأن جانتس كان قد تخطى بنيامين نتنياهو. الأوساط الإسرائيلية التحليلية تقول وكأن الإدارة الأمريكية تجهز بني جانتس ليكون خليفة رئيس الوزراء الإسرائيلي في مثل هذه الزيارات واللقاءات والتعامل معه على أنه خليفته، وأن مستقبل نتنياهو قد ينتهي بعد انتهاء الحرب، وخاصة إذا ما انعكس هذا وترجم فعليا لاستطلاعات الرأي الأخيرة التي توضح تراجع بنيامين نتنياهو على حساب ارتفاع كفة بني جانتس. طيب دانا، خلال الشهور الماضية سواء في التظاهرات المدنية في إسرائيل التي كانت معنية بما بات يسمى بإصلاح القضاء، وحتى خلال هذه الحملة العسكرية والعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، دائما ما كان اليمين المتطرف، هذا التيار اليميني المتطرف داخل الحكومة، ينتقد تصريحات الإدارة الأمريكية إذا ما وجه انتقادا إلى إسرائيل. هل رشحت أي معلومات، أي تصريحات بخصوص هذا التيار أو انعكاس هذه التصريحات على اليمين المتطرف داخل إسرائيل؟ بعد هذه التصريحات الأخيرة من بايدن، بنيامين نتنياهو كان قد علق على هذه التصريحات، وهو يرأس حزب الليكود الأكثر يمينية وتطرف في هذا الائتلاف الحكومي، وهو يعكس في طبيعة الحال رأي اليمين المتطرف. قال بأن بايدن مخطئ، وخاصة عندما علق وحمل بايدن نتنياهو مسؤولية الإخفاق في التوصل إلى الصفقة إلى حد هذه اللحظة، وتحدث بأن إسرائيل على الرغم من أن أمريكا حليفتها إلا أنها تتخذ قراراتها من تل أبيب، أي أنه لا إملاءات دولية تملى على بنيامين نتنياهو ولا على قراراته لا السياسية ولا حتى العسكرية. حتى كان وذهب بأن أكد أن هنالك علاقة طيبة على الرغم من كل هذه التصريحات، وبأنه سيكون هنالك كلمة لبايدن في الكنيسة البرلمان الإسرائيلي، وبأن سيكون هنالك دعوة لبنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض. ولكن فيما بعد بايدن كان قد خرج وقال بأنه لا وقت محدد لإلقاء كلمة في الكنيسة أو البرلمان الإسرائيلي، ولا حتى وقت محدد لدعوة بنيامين نتنياهو. وهذا أصلا عمق هذه الأزمة، تتمثل في أن منذ تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء الإسرائيلية حتى اليوم لم يكن هنالك أي دعوة رسمية من البيت الأبيض إلى بنيامين نتنياهو، وهذا ينعكس ويعكس أيضا هذه العلاقة غير الصحية كما توصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية بين بايدن كشخص وبين بنيامين نتنياهو أيضا. دانا أبو شمسية مراسلة القارة الإخبارية من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.